محمد أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أدهش الحاضرين في معرض المنتجات الحرفية والمهنية واليدوية بإبداعاته التي جعل منها تحف جميلة تسر الناظرين. اشتغلنا قول لهم لن يريدون أن نشتغل ولونتوا باللون الأصفر وباللون الزهري. لم يكن محمد فحسب هو من جسد إبداعاته في هذا المعرض الذي يأتي ضمن الحفل الختامي التكريمي لبرنامج مهنتي بين يدي، والذي نظمته مؤسسة الحياة للتدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة والممول من قبل مؤسسة صلة للتنمية. بل ثمة هنالك 9 آخرون من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين استهدفهم البرنامج بغرض تدريبهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية، بما يجعلهم قادرون على العطاء في حال توفر الدعم الكافي لهم. نحن أنا تعلم من وقام أطفال وجميع والمهيئة بالتوحد، فنحن أنا متعلم وأنا في كل من أشكال فوسفسنا، ولكن أنا كنت تعليما بكل اتباع الوسريع. عروض فنية حرفية غاية في الروعة والإبداع والتميز تضمنها المعرض، بغية إبرازها والترويج لها وتحفيز أصحابها على المواصلة والإنجاز. نعبر عن ابتهاجنا وعن إعجابنا الشديد بهذا المعرض الذي نظمته جمعية التدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة. في هذا المعرض الجميل شاهدنا عدد من المنتوجات التي تم عرضها من قبل هذه الفئة، من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئة التي بحاجة للدعم والتشجيع والرعاية المطلوبة مننا جميعا. إكساب المستهدفين من ذوي الاحتياجات الخاصة مصفوفة من المهارات المهنية والحرفية واليدوية بغرض دمجهم بسوق العمل وإدارة مشاريع ريادية إنتاجية تسهم في خدمة المجتمع وتؤمن لهم سبل العيش الكريم، وما يهدف إليه برنامج مهنتي بين يدي. الهدف من هذا المشروع أن نحن نخرج 10 المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة الغير جزئية إلى سوق العمل واختلاطهم في المجتمع ودمجهم في المجتمع، تحويلهم إلى أيادي عاملة. الإسهام الفاعل تجاه دعم هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة هو ما يستوجب فعله على الجميع، بما يعزز من إبداعهم وجعلهم عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع تسهم في تلبية احتياجاتها وخدمة المجتمع. معين ردمان، لقناة اليمن اليوم، عدن.